انا يا اما يمنعوا القانون العرفي ده تماما نهائي، يخلوه للحلول الوديه، يا اما يمشون على قانون الدوله، يا اما نمشي على القانون العرفي. انما ما ينفعش نمشي على قانونين، قانون دوله وقانون عرفي. يعني قانون العرفي مين اللي بيحكم عليكم؟ مين القاضي؟ ايه مؤهلاته؟ القاضي العرفي مؤهلاته ايه؟ يعني اي حد ممكن يقاضيني عند اي حد. يعني ده ما ينفعش. الدوله لازم تاخذ موقف، الدوله لازم تقعد مع الناس اللي هي فاهمه واخذ بالك وتشوف حل لموضوع القانون العرفي. احنا محصورين، يعني انا كشاب، يعني في ناس بيعرفوا في القانون العرفي، في ناس ما بتعرفش، اللي ما بيعرفش ده حقه بيروح. ما فيش قانون واضح حسب مزاج اللي بيحكم عليه. ده ما ينفعش. يعني احنا نتمنى يا اما نمشي على قانون الدوله يا اما نمشي على قانون العرفي، انما نمشي على قانونين. يعني انا ما اعرفش امارس حقي بالقانون لان القانون العرفي بيمنعني مثلا. والله ايه بشكل جزئي احنا واخدين حق، انا بشكل جزئي اكيد طبعا، انا زينا زي اي حد في مصر. يعني مثلا احنا مثلا في موضوع الاراضي، موضوع يعني بيوتنا لحد دلوقتي مش مخصصه. يعني انا ساكن في بيتي بقالي دلوقتي 30 سنه مثلا، انا البيت بتاعي ده مش متخصص. يعني بيجي مستثمر بياخذ 100,000 متر، وانا كصاحب بلد ما باخدش، بقدم عند المحافظ بيترمي طلبي في الزباله. دي المشكله. وبيرجعوا يقولوا البدو بيبلطجوا على الاراضي، ويرجعوا يقولوا البدو بيعملوا مش عارف ايه في الاراضي. طب ما تدي له حقه. مبتدا دوت كوم.